بالنسبة للترقية تاع بلادنا مع بعض نطلعوا بلادنا، رانا خرجنا من التخلف الكلي، رانا ماشيين للتقدم إن شاء الله إن شاء الله. قلتها ونزيد نكررها، ومسجلة عندكم ومسجلة في صندوق النقد الدولي ومسجلة في البنك العالمي، أن سنة 2027 الدخل القومي تاعي يصبح 400 مليار دولار. ثم نصبح دولة ناشئة، يعني تتشابه كثير مع بعض الدول تاع جنوب أوروبا. نصبح الاقتصاد الثاني في القارة، وانتم تشهدوا 2019 اليأس اللي كان موجود عند الجزائريات والجزائريين. يعني حتى اللي كان متفائل كان يائس. اليوم من المؤخرة تاع الترتيب أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم، وما جاش هكاك.